يهددون بحملة برية على جنوب لبنان، ومخيمنا في جنين لم يميتوا فيه مقاومته منذ اجتياح عام 2002، وما زلنا نخرج لهم كوابيس من تحت ركام المخيم الذي هدموا عشرات المرات. قاتلنا ونقاتل وسنقاتل ولن نهزم. هذا الكمين إن شاء الله بنتائجه ستفرح قلوب قوم مؤمنين، ونهديه لكل حر وشريف في هذه الأمة في غزة ولبنان واليمن والعراق، ونهديه لأمهات الشهداء في كل مكان. اللهم الثبات، النصر والاستشهاد. الحالة اللي جهزوها الشباب إن شاء الله لتنفيذ الكمين، وهاي منطقة تجهيز الكمين، نقطة دخول قوة المشاة إلى الكمين اللي جهزوه الشباب إن شاء الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، اللهم سدد رمي إخواننا المجاهدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والعزة لله. إلى الأخوة المجاهدين في حرب الدمج، رجاء الاستعداد، هنا قوة مشاة باتجاهكم. رجاء الاستعداد، هنا قوة مشاة باتجاهكم. تحديث تحديث إلى الأخوة المجاهدين في حرب الدمج، الآن قوة المشاة دخلت إلى زكاك الموت، والآن هم بين أيديكم، وإن شاء الله ربنا بوفقهم، ندعس على رؤوسهم بإذن الله، وإن شاء الله ربنا بسدد رمي المجاهدين.